الى اي مدى البيم ممكن يفيدني، يعني نسبة قد ايه مثلا في تخفيض التكلفة او في وقت المشروع تقريبا كده؟ نعم، ما في دراسات دقيقة هذا الموضوع أخي عمر، لأنه بيختلف كيف يعني البيم منه شغلة واحدة. يعني ممكن أنت تستخدم تقنيات وبيم وأساليب بيم لحالك كديزاينر كإنجينير وتستفيد منها داخليا. أنا وقت كنت أشتغل ككونسلتنت كان المشروع نفسه إذا بتستخدمه بيكون 2D وبتنقله ليصير بيم، ممكن ترخف تكلفته 40% يعني ديزاينر 40 امرار 60% اذا كان عم يعني اذا كنت عم تعمله بطريقه مرتبه. طبعا هذا الشيء بيختلف من شركه للتانيه، ولكن المعروف انه اكيد في انخفاض بالتكلفه بين 3 و7% بالكونستراكشن، ولكن دراسات منها دقيقه، ولكن كل الناس بتتفق انه في تخفيض بالتكلفه، بس ما حدا بيقدر يحدد الرقم.